حول عافية محمد أيضا. متابعينا، تحقيق السلامة المرورية هدف تسعى له الإدارة العامة للمرور، وبالتأكيد مع بدء دخول الأشقاء من المملكة العربية السعودية إلى بلدهم الثاني مملكة البحرين. وللحديث عن هذه الخطة المرورية يسعدنا أن نستضيف النقيب فايز أمين محمد، رئيس شعبة الإعلام والنشر بإدارة الثقافة المرورية. يا هلا ومرحبا فيك، مسي عليك بالخير والنور والسرور، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. انت بخير، ونعيد على المشاهدين الكرام وطاقم البرنامج، يعطيكم العافية على الجهود الجبارة اللي تقومون فيها. الجهود اللي انتم تقومون فيها اكيد طبعا اكبر ومضاعفة، يعني خاصة لما نعرف ان احنا اليوم قاعدين نتوقع انه بيكون في اقبال كبير وبيكون في حركة سفر متزايدة من بعد هذا القرار اللي اثلج صدور الكثير منا طبعا. وهذا الامر يتطلب يعني نقيب فايز ان في خطة امنية يمكن اساس نحن نستوعب القادمين، الاعداد الكبيرة القادمين، وتسهيل حركة المغادرة على الجسر. لازم في خطة، فإحنا بنتكلم عن هذه الخطة اللي هي خطة الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الحركة المتوقعة على الجسر. نعم، بداية بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من سيدي المدير العام للإدارة العامة للمرور، تم وضع خطة مرورية متزامنة مع عيد الفطر، عيد الفطر المبارك، بتوزيع وتكثيف الدوريات المرورية على مختلف شوارع البحرين، وأيضا بخصوص حركة أو عودة الحركة المرورية لجسر الملك فهد، تم تكثيف الدوريات المرورية ابتداء من دخول أشقائنا أخواننا من المملكة العربية السعودية وصولا إلى جميع الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين. نعم، يعني احنا مثل ما ذكرت انت، احنا نعيش في فترة فرحة العيد وايام عيد الفطر السعيد، وايضا من الناحية الاخرى هناك مثل ما ذكرت فتح منفذ جسر الملك فهد. الخطط اللي انت وضعتوها لطبعا تسهيل الحركة المرورية. نعم طبعا، احنا بالاضافة ان احنا كثفنا الدوريات المرورية، تم عمل مثل ما تقول او تقدر تقول هي يعني نقاط توعويه لرجال المرور على مختلف الاماكن الحيويه والسياحه، تذكير بعدم استخدام الهاتف اثناء القياده ولبس حزام الامان وغيرها من سلوكيات ممكن ان هي تاثر على سلامه مستخدمي الطريق. تم التنسيق مع مختلف الادارات في جسر الملك فهد من شؤون الجنسية والجوازات ومديرية جسر الملك فهد وأيضا الجمارك، وتثبيت دورية توعوية لتذكير القادمين الأخوة الأشقاء من المملكة العربية السعودية بالالتزام والأنظمة بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة. وفي النهاية احنا الأرواح يعني غالية علينا كلنا، وسلامة مستخدمي الطريق هي من أولويات الإدارة العامة للمرور. أكيد ما في شك طبعا، ولكن احنا عشان كذي يعني احنا نقول ان نبي الفرحة تكمل، ما نبي الفرحة مالتنا تكون ناقصة، نبي الكل يكون رايح بأمن وراجع بأمان، الكل يشعر بأن بالفعل يعني الأرواحنا كلها غالية، وأيضا سلامة مستخدمي الطرق. ولذلك يمكن بشكل عام يعني نقيب فايز ذكرت لنا بعض النصائح اللي دمجتها يمكن مع رد على سؤال حازم وهي عن الخطط وبعض هذه الأمور، بس احنا نبي يمكن نركز على يعني أكثر النصائح اللي اليوم احنا لازم نذكر فيها ونوعي فيها جميع مستخدمي الطرق حفاظا على السلامة، وعشان بالفعل تكون الفرحة فرحة للجميع. نعم طبعا، من أهم النصائح أو أهم السلوكيات الشائعة هالأيام استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. فاحنا دائما ندعو لعدم استخدام الهاتف اثناء القياده، خصوصا احنا عارفين ان هي فتره عيد وفتره الناس فرحانه فيها، ممكن مثلا السايق يحب انه هو يلتقط او يوثق هذه اللحظات السعيده مع عائلته وعياله، لكن استخدام الهاتف هو سلوك خاطئ وسلوك خطير ويؤثر على سلامه السايق وغيره من مستخدمي الطريق بشكل عام. وايضا استخدام أو لبس حزام الأمان طبعا هذه لمصلحة السائق أولا وأخيرا، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق ولا يترددون بالاتصال على هاتف 199
غرفة المراقبة المرورية في الإدارة العامة للمرور، وأيضا غرفة العمليات وزارة الداخلية 999 للتبليغ عن أي حادث لو سمح الله. إحنا إن شاء الله ما يكون في أي حوادث وتكون الحركة المرورية مثل ما شفناها سلسة، وهي إن شاء الله راح تكون سلسة بفضل طبعا توجيهات والخطة اللي موجودة، لكن إحنا في خدمة الجميع على مدار الساعة وموجودين علشان تكون الحركة مستقرة على طول ولأجل يعني المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين. وأكيد الحركة مستقرة بمجهودكم، يعطيكم الصحة والعافية. طبعا نقيب فايز أمين محمد رئيس شعبة الإعلام والنشر بإدارة الثقافة المرورية، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. الشكر موصول لكم طال عمرك، ونشكركم أيضا على جهودكم وعلى يعني دوركم الكبير اللي أنتم تقومون فيه من أجل طبعا تسهيل الحركة المرورية سواء على جسر الملك فهد أو أيضا في مملكتنا وشوارع مملكتنا الحديثة. أكيد هذه بلا شك واجبنا، وإحنا مثل ما قلت يعني نحن موجودين علشانكم وعشان الحفاظ على الأرواح وجميع مستخدمي الطريق. أنتم شكرا جزيلا لكم على الجهود اللي تقومون فيها، ولولا جهودكم الجهود الإعلامية الرسالة التوعوية ما راح توصل إلا بجهودكم. شكرا. يعطيك العافية. طبعا أكيد هذه جهة تكامل يا حازم، وإحنا الكل اليوم عنده مسؤولية والتزام تجاه هذا الوطن العزيز علينا. أكيد ما شاء الله.